أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تحتفل معظم الدول العربية والإسلامية اليوم بأول أيام عيد الفطر بعد شهر رمضان المبارك، في حين أعلنت عدد من الدول أن اليوم هو المتمم لشهر رمضان وأن غدا الاثنين غرة شهر شوال. وقد تم رؤية هلال شهر شوال في منطقتي شقراء وسدير بالمملكة، إلى أن سلطنة عمان أكدت تعذر رؤية هلال شوال ليكون الأحد المتمم لشهر رمضان، كما أعلن المغرب أن الاثنين أول أيام العيد. أدى اشتعال نيران في شاحنة صهريج تنقل محروقات في وسط باكستان الأحد إلى سقوط 123 قتيلا وجرح أكثر من 100 شخص حسب ما أعلن مسؤول محلي. وأعلن الجيش الباكستاني أنه أرسل مروحيات لنقل المصابين ووضعت المستشفيات المجاورة في حالة استنفار. تمكنت فصائل الجيش السوري الحر من صد هجوم واسع النطاق شنه تنظيم داعش من 3 محاور على بلدة حيط بريف درعا الغربي فجر عيد الفطر، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة استطاعت خلالها فصائل الجيش السوري الحر من صد محاولة تسلل لأفراد داعش، وأسفرت عن مقتل أكثر من 15 مقاتل وإصابة آخرين في صفوف التنظيم. قتل قيادي بارز في تنظيم داعش بعملية نوعية نفذتها قوات مكافحة الإرهاب العراقية جنوب غرب محافظة كركوك بحسب ما صرح به مصدر أمني لوسائل إعلام عراقية. وأوضح المصدر أن القيادي المقتول هو المدعو رشيد مجيد السراي والملقب بالرماح، ويشغل منصب المسؤول الأمني لناحية العباسي غرب كركوك، مبينا أن العملية نفذت تحت غطاء أمني عالي السرية. أعرب الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي عن أسفه لحلول عيد الفطر وبلاده تصارع ما سماها ميليشيات الخراب والجوع والموت والكوليرا، وأشار إلى أن اليمنيين يواجهون موجات الإرهاب بكل وجوهه، مؤكدا حاجة اليمن إلى التماسك في وجه إرهاب الانقلاب وإرهاب جماعات التطرف والعنف على السواء. قال تقرير لوزارة الحج والعمرة في السعودية نشرته وكالة الأنباء السعودية إن العام الحالي شهد رقما قياسيا جديدا في أعداد المعتمرين مقارنة بالسنوات الماضية. وكشف التقرير عن زيادة أعداد المعتمرين للعام الحالي مقارنة بالعام الماضي. وقال وزير الحج والعمرة محمد بنتن أن النمو في أعداد المعتمرين والزوار يأتي وفق أهداف ورؤية المملكة 2030. نهاية الموجز، إلى اللقاء.